صعب جدا تتخيل ان البطء ممكن يكون ميزه في صفك، لكن ده اللي هتعلمه لنا الدوده المخمليه الفيلفت وورم. طه ده بيخليها غير متوقعه، ولان جسمها مكون بالكامل من الميه وما عندهاش هيكل عظمي وبتعتمد في مشيها على توزيع وضغط الميه جواها، فهي حتى ما بتصدرش ولا صوت دبه نمل. كمان بتمشي على 43 زوج من الرجول اللي بيوزعوا الضغط ويخلوها فعلا ما تصدرش ولا حتى هفوه. بمجرد ما بتستشعر الدوده فريستها عن طريق قرون استشعارها، بتفتح فتحتين في مقدمه راسها وتخرج منها ماده صمغيه ترشها على فريستها. طبعا ده لانها مش هتقدر تجري وراها ولا تطاردها. خلينا نقف مع الماده الصمغيه دي. مكونه بنسبه 90% من الميه، جواها بروتينات على شكل خيوط دقيقه جدا واحماض دهنيه. الميه الكتير دي بتبقى عامله عازل ما بين البروتينات والدهنيات. بمجرد ما بتوصل الفريسه وتبدا الفريسه تتحرك، بتتبخر الميه وتخلي جزيئات البروتينات والدهون تترسب فوق بعضها وتعمل ماده لاصقه جدا. وتبدا بقى الدوده على مهلها تتحرك ناحيه الفريسه، تفرز عليها مغدادها اللعابيه، مواد بتبدا في هضم الحشره. الماده اللاصقه دي مكلفه جدا بيولوجيا وكيميائيا، مش هترميها، هتبلعها هي كمان. وبمجرد ما ترجع لها الميه بتتحول الماده اللاصقه للسائل الاول اللي خرج من الدوده، تستخدمه من